بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع إن شاء الله، الصورة واضحة. ألو ألو، هذا واضح واضح دكتور. أوكي، ماشي الحال. إذن نكمل من مطرح ما وقفنا الحصة الماضية. المرة الماضية تكلمنا عن اللوجيك فانكشنز الأخرى غير الستاندرد. قلنا الستاندرد اللي هم الاد والاور والنط اللي شايفينهم أمامكم. annotation tool. فقلنا هذولا بالنسبة لنا هم البيسك operations. فقلنا يشتق من هذولا other gates، other standard gates مشهورة جدا ومعروفة ومستخدمة حتى يمكن أكثر من البيسك gates. قلنا يشتق من الآن جيت أخرى اسمها الناند، واختصار لنط آند، وتعمل عكس الآند تماما. اللي فاتح الميكروفون لو سمحتوا يا أخواني سكرون. هذا الآن دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور، أنا بالجامعة وتليفوني فيه شحن واحد، اسمح لي أطلع من المحاضرة؟ اطلع يا سيدي اطلع. يعطيك العافية دكتور، السلامة. الناند هي عكس الآن تماما، اللوجيك تبعها راح يكون 0 الآن 0001، الناند بيكون 1110، والنور عكس الأور، نط أور اسمها أو نور، وراح يكون شكلها 10000. أوكي يا شباب، قلنا هذولا تو جيتس مشتقات من الآند ومن النور الأور. وفي عندي كمان، قلنا في عندي البفر أو الترانسفر فانكشن. قلنا إيش وظيفة المرة الماضية؟ مين متذكر؟ مين بقى متابع؟ إيش وظيفة البفر في الدوائر الإلكترونية؟ هلو هلو هلو، ما فيش ولا واحد متابعني باقي الحصة الماضية من الموجودين؟ الموجودين ولا واحد متابع؟ على الأقل في ربع الشحنة. بضخم الشحنة، بضخم التيار الكهربائي بحيث أستطيع أني أربط أكثر من قطعة على آوتبوت معين ما كان بالإمكان الربط عليه إلا باستخدام البفر. فقلنا هو يعني وظيفته يساعد في أني أحط أكثر من لود، أكثر من حمل على نفس المخرج من أي جيت. طيب، وقلنا في عندي كمان أذر تو جيتس مشهورة جدا اللي هم الإكس أور والإكس نور. الإكس أور قلنا تسمى عادة الأود فانكشن، اكتبها الأود فانكشن، والإكسكلوسيف نور تسمى أحيانا الإيفن فانكشن. سكر يا حبيب الباب. وتسمى أيضا الإكوفالنس. إكوفالنس لأنها بتعطيني واحد عند تساوي الإنبوتس. إذا تساوى الإنبوتس بتعطيني واحد، وإذا اختلفوا بتعطيني زيرو. هذا بالنسبة للإكسكلوسيف نور. الإكسكلوسيف أور بتعطيني واحد عند الاختلاف، عند اختلاف الإنبوتس. وتسمى الأود فانكشن إذا بنتكلم عن ملتي إنبوتس. لو كان في عندي مثلا N inputs للـ exclusive OR عفوا، مجموعة inputs N inputs، فالـ exclusive OR بتعطيني واحد إذا number of ones in N is odd. يعني افرض الـ N كانت عبارة عن خمسة، كانت كالآتي 1 1 0 0 1، هذا الـ inputs. أكمل واحد فيه، في عندي واحد اثنين ثلاثة بالإنبوتس، هذولا الداخلين على الجيت، هذولا فردي. فإذا كان number of ones odd
بتعطيني لوجيك 1، عشان هيك بيسموها الاوت فانكشن. واضح يا شباب؟ الو، واضح دكتور، واضح دكتور. طبعا الاكسكلوسيف نور تسمى الايفن فانكشن لانها بتعطيني واحد اذا كان الانبوتس ايفن، ونقصد بالايفن عدد الونز الداخلي للكود اللي داخل كانبوت وليس قيمه الكود. يعني مثلا 0010 مثلا كاربعه انبوت، هذا كعشر اثنين اثنين زوجي، لكن احنا نتكلم عن عدد الونز. عدد الونز فردي عندي عدد واحد الون صح، نشتغل نعم. عدد الون. نعم. على عدد الونز، اذا وليس على القيمه، نشتغل على عدد الونز. واضح يا شباب؟ طبعا قلنا الاكسكلوسيف نور عاده كانوا في السابق يرمزوا لشكل الاكسكلوسيف نور بهالشكل، هذا دائرة وداخلها نقطة، لكن حاليا صار يقولوا هي اكس اور بس كومبلمنتد، يعني عكس الاكسكلوسيف اور. فراح نستخدم احنا الاشهر او المستخدم حاليا اللي هو نوت اكس اور. اذا هذول هم كل الجيس اللي راح نشتغل عليهم خلال الفصل، الاد والاور والنط اللي هم البيسكس، الناند والنور، الاكس اور والاكس نور والبفر. طيب اذا في عندي تو باينري اوبريتورز اللي هم الاند والاور، وهم اسوشيتيف اند كوميتاتيف بالنسبه للاور وبالنسبه للاند. لكن بالنسبه للناند وللنور they are not associative. بالنسبة للناد وللنور، خلينا نرجع على هون عشان نشتغل على هون. لو أخذت الناد جيت، معنى associative قلنا ترتيب الانبوتس هنا مش مهم، ممكن أعملها وإذا في عندي ثلاثة انبوت and تعطيني X, Y, Z، ممكن أعملها بعدة طرق. ممكن أعملها كالآتي: X, Y مع Z جائز. ممكن أعملها X, Z مع Y برضو جائز. ممكن أعملها Y, Z مع X. كل هذا جائز لأنه الـ AND is associative. الاند از اسوشيتيف، معنى اسوشيتيف الاقواس هاي ممكن احطها باي طريقه، اند كوميوتاتيف، وبالتالي يعني الاكس واي احط اكس واي ولا احط واي اكس بتفرقش. علشان هيك ممكن انا ابني 3 انبوت اند من 2 انبوت اندز لايك ذس باي اكسبانشن. لكن انتبه علي كويس، لو في عندي 3 انبوت ناند قلت لك هاي عليها X, Y, Z، شو الاتبل اللي طالع لي عندي هون؟ بتقول لي هذا X, Y, Z الكل برايم، واللي ممكن اكتبه كمان على شكل X برايم or Y برايم or Z برايم. لكن لو اجى واحد قال طيب هل بقدر اجي استخدم نفس اللي عملته بالان واجي اقول بدي اخذ هيك وبعدين هيك؟ بنقول له لا. ليش؟ لانه لو اجيت اخذت الاتبوت اللي هنا اكس واي الكل برايم، وهنا الاتبوت راح يكون اكس واي الكل برايم اندد مع الزد الكل برايم. فاذا طبقت الدي مورغانز ثيوريم راح يصير عندك اكس واي اور زد برايم، وهذا ليس هذا، they are not the same. اذا ما بقدر اجي اعمل بهذه الطريقه، هذا لانه الناند از نوت اسوشيتيف، از نوت اسوشيتيف. طيب شو الحل لو مثلا انا مش متوفر عندي 3 انبوت ناند وحبيت ابنيها باستخدام 2 انبوت جيتس؟ في الواقع يعني بالنسبه للناند والنور، لو في عندك مثلا 4 انبوت ناند حبيت تبنيها من 2 input gates، بإمكانك تعمل كالآتي: كل المراحل تحطهم ANDs ما عدا المرحلة الأخيرة. فإذا في عندك هنا A B C D، هنا راح يطلع عندك A B، هنا راح يطلع عندك A B C،
وهنا راح يطلع عندك A, B, C added with D الكل برايم، اللي هو كأنك بتقول حطيت الأربعة على 4 input NAND gates. إذن إذا بدي أبني أنا، إذا بدي أبني 4 input NAND من 2 input gates، بحط كل المراحل AND وفي الآخر آخر مرحلة بحط NAND. طبعا هذه كان بإمكاني برضو نعملها هيك بالشكل هذا A B وهنا C D وبعدين في الأخير أجي كمان أجيب NAND من هون آخر مرحلة بحطها NAND. إذن هذا الآن صاروا equivalent. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. واضح دكتور. نفس القصة بالنسبة للأور والنور. الأور is associative لكن النور is not. فإذا بدك تبني نور جيت، إذا في عندك 4 input نور وحبيت تبنيها باستخدام 2 input gates، بتقول له بجيب، عفوا، إذا في عندي 4 input نور وحبيت أبنيها من 2 input gates، بجيب كل المراحل or gates وبخلي فقط المرحلة الأخيرة بحطها نور. فإذا في عندي هنا A, B, C, and D راح يطلع عندي هنا A or B، هنا راح يطلع عندي A or B or C، وأخيرا هنا راح يطلع عندي A or B or C or D الكل برايم. فهذا الشكل مكافئ لهذا الشكل. إذا بدنا ننتبه لهذه النقطة إنه الناد والنور إذا بدي أبنيهم من جيتس أقل بالعدد بالإنبوتس بستخدم الناد في حال الآن في حالة الناد إلى آخر مرحلة بحطها ناد، وبالنسبة للنور بستخدم كل المراحل أور ما عدا المرحلة الأخيرة. الآن بالنسبة للإكس نور والإكس أور، الإكس أور is associative. أشهد أن لا إله إلا الله. الإكس أور is associative بمعنى إذا في عندي A exclusive or B exclusive or C exclusive or D، مش مهم الترتيب، ممكن أعمل A مع B، أعمل C مع D والنتيجة أحطهم مع بعضهم like this. يعني هذه بإمكاني أبنيها هيك، أشهد أن محمد رسول الله. ترتيب الانبوت هون مش مهم، ممكن أحط الـ AB هون وأحط هون الـ CD وأي ترتيب آخر بس يجوز، وممكن أيضا أبنيها هيك AB مع C مع D برضو جائز لأنها الـ exclusive or is associative. واضح يا شباب؟ هلو؟ واضح. واضح دكتور. لكن الـ XNOR is not، هذا مش مذكور بالكتاب بشكل واضح. الـ XNOR is not associative. طيب فإذا في عندي output هون عبارة عن مثلا A exclusive or B exclusive or C exclusive or D الكل برايم، عشان تبني من مثلا من 2 input gates تستخدم XORs في جميع المراحل وآخر مرحلة بتحط exclusive نور. ممكن أجي أحط هنا A B ثم C ثم D، فراح يطلع عندي هنا A exclusive or B، هنا راح يصير عندي A X or B X or C، وأخيرا بصير عندي A exclusive or B exclusive or C exclusive or D الكل prime.
فإذا بدي أبني إكسكلوسيف نور من جيتس أقل بالعدد الإنبوتس، بدي أستخدم إكسكلوسيف أور في جميع المراحل ما عدا المرحلة الأخيرة، بحطها إكسكلوسيف نور. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. إذن ضروري تفهموا هاي النقاط لأنه منجيب عليها أسئلة في الامتحانات. إذن الشرح اللي شرحته هذا الموجود بالسلايدات، يعني مش بشكل كويس. الناند هو لحقي لك النور آر كومبيتيتيف بطنط أصوشيتيف، اللي حكينا الكلام اللي حكينا قبل شوية is not أصوشيتيف. فبالتالي لأنه شرحناه إحنا أوكي. طبعا هذا السيمبول للنور والسهم اللي فوق للنادى. ولذلك this is not this is لا يساوي X exclusive or Y عفوا or Y or Z الكل برايم، هذول غير متساويات، هذا شيء وهذا شيء آخر. نفس الشيء بالنسبة للناد، الناد is also is not associative, it is commutative but not associative. X or كما قلنا is associative. هنا في الواقع في خطأ بالسلايد، السلايد اللي هون يا شباب مش صحيح 100%، انتبهوا هون. بقول لك الـ XOR هذا الـ XNOR gates are commutative and associative. في الواقع الـ associative فقط للـ XOR. الـ XNOR شو اسمه not صح دكتور؟ الـ XNOR is not associative. فأنا قلت لكم في بعض الأخطاء في السلايدات للأخ الدكي هذا، بعضهم صلحتهم، أنا للأسف بعضهم تكاسلت على تصليحهم، فبس أنا بالمحاضرات بنبه، واللي بتابع معاي مفروض أنه يحط ملاحظات. أنا مرات بالعمد يعني بترك شغلات أشوف مين بتابعني ومين بتابعني شو بجيب عليها أسئلة. طبعاً بيحضرش أونلاين، على الأقل يحضر أوفلاين، يحضر على اليوتيوب. فالإكس نور يا أخوان is not associative. طيب نيجي إلى تعريف اللوجيك ليفل 1 و0. قلنا في السابق أنه ال 1 و 0 هي في الواقع فولتج ليفلز، يعني مستوى معين من الجهد الكهربائي يصطلح عليه يكون 1 ومستوى آخر يصطلح عليه 0، وهو ريجن في الواقع وليس يعني قيمة ثابتة. فمثلا قلنا في TTL family، هنا في TTL family transistor transistor logic الاصطلاح على انه الجهود الكهربائي بتكون كالآتي، من 0 ولغاية 8/10 فولت يعتبر لو يعني الزيرو، ومن 2 ولغاية 5 فولت يعتبر هاي اللي هو لوجيك 1. فالأوتبوت تبع الجيت إذا قست الجهد الكهربائي عليه بالنسبة للأرض، إذا كان لوجيك 1 لازم يعطيك جهد بالنسبة للتي تي ال، بالنسبة للترانزستور وترانزستور لوجيك فاميلي، وهي فصيلة من أنواع الجيتس. يعني الجيتس كثيرة طريقة تصنيعها، أشهر شيء موجود حاليا في السوق أو في الأجهزة أو في الكمبونس هي السيموس الكومبلمنتري ميتال أوكسايد سيمي كوندكتور ديفايسز، لأنه تستهلك طاقة أقل بكثير. بس التي تي ال يعني كان إلها بداياتها كويسة، وإحنا في المختبرات عندنا نستخدم فقط تي تي ال لأنها سيف شوي بالنسبة للستاتيك شارج. سابقا السيموس سيركتس كانت حساسة للشحنات الساكنة، وبالتالي إذا مسكت قطعة إلكترونية بإيدك وكنت ماشي على سجاد مثلا في صوف ولا لابس لك كنز صوف وصار في احتكاك وصار عندك في جسمك شحنة ساكنة، ممكن تخرب آي سي حقها بجوز مبلغ وقدره، مايكرو بروسيسور حقه 300 دينار تخربه. ولذلك التعامل مع الكمبونس لما تكون سيموس بده يكون تعامل بحذر، وعادة الكمبونس هذه عندما تشحن تشحن في أغلفة مضادة للكهرباء الساكنة. على كل هذا يعني خارج الموضوع، لكن أنا بحب دائما أنوركم في بعض الحاجات من الحياة العملية. So الترانزستورات تصنع
دوائرها بحيث انها تراعي هذه الحاجة. ولذلك الترانزستور في دائرة معينة لما بتطلع على الاتبوت تبعه هون مثلا، هذا الاتبوت اما بكون لو او بكون هاي. فاذا قسته كلو لازم الاقيه بين الصفر والثمانية بالعشرة فولت، واذا قسته كهاي لازم يكون بين الاثنين والخمسة. هذه عادة تسمى منطقة الترانزيشن ترانزيت، ليس فيها استقرار. هذا الترانزستور لما بيعمل سويتشنج من اون الى اوف او اوف الى اون، هو ينتقل من حالة الاون الى الاوف، من حالة اللو الى الهاي او الهاي الى اللو، فيمر في الترانزيشن ريجن مرور الكرام ولا يستقر بها. استقراره في النهاية اما في هذه المنطقة او في هذه المنطقة. واضح يا شباب؟ هلو. واضح. طبعا اللوجيك اما بكون بوزيتيف لوجيك واما بكون نيجاتيف لوجيك. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود هو هل انا بدي اعتبر الهاي فولتج للون ولا للزيرو؟ اذا اعتبرته للون هذا يعتبر بوزيتيف لوجيك، اعتبرت اللو فولتج للزيرو هذا يعتبر بوزيتيف لوجيك. بوزيتيف لوجيك يعني انا ماشي مع المنطق، العالي بعطيه واحد، العالي بثبته للواحد، والمنخفض بعطيه للزيرو. في عندي نوع اخر من اللوجيك طبعا له استخداماته اللي هو النيجاتيف لوجيك. في النيجاتيف لوجيك ال1 بعطيه جهد اقل من الزيرو، فالزيرو بكون مرتفع جهده والواحد بكون منخفض جهده. طبعا الى تطبيقاتها يعني مش مجالنا هون نخش في هذه الامور، لكن تكون معارفين المصطلح هذا، شو يعني بوزيتيف لوجيك وشو يعني نيجاتيف لوجيك. واضح يا شباب؟ هلو. واضح دكتور. اوكي سو نايت تروث تيبل مثلا لدائره الان بيت، لاحظوا لو مفروض يعطيني لو هاي بدي يعطيني لو، الهاي لو بيعطيني لو. هذا الشكل بالزيروز والونز. اوكي هذا في حاله البوزيتيف لوجيك. في حاله النيجاتيف لوجيك بتكون الامور معكوسه، لانه بصير في عندي لو هذا بيكون يعني انا بعتبره هو الون. اوكي ف1 1 بده يعطيني 1، 1 0 بده يعطيني 1، 0 1 بده يعطيني 1. ال1 هنا يعتبر 0 بالنيجاتيف لوجيك، هو يعتبر الزيرو، يعتبر اللو، هذا يعتبر اللو في اللوجيك، والزيرو يعتبر الهاي. عندنا هنا عندي لو وعندي هاي. اوكي ف بديش اخربطكم كثير. اوكي خلاص انسوا موضوع التروث تيبل تبعهم كيف تستنبطوا، بس افهم انه البوزيتيف لوجيك بيستخدم اللوجيك العالي للواحد واللوجيك المنخفض للزيرو، والنيجاتيف لوجيك العكس، بنطي البوزيتيف اللوجيك او الفولتج العالي للزيرو والفولتج المنخفضه للواحد. الان في عندي ليفل اوف انتجريشن، مقدار عدد الجيتس الموجوده في الاي سي بيحدد تسميتها من ناحيه تصنيفها. في عندي مثلا ما يسمى سمول سكيل انتجريشن، اذا كان عدد الجيتس في الاي سي اقل من 10 مثلا، الاد والاور والنط والى اخره، اذا بتروح تشتريها من السوق بتلاقي مثلا في الاد عندك او في الناند عندك مثلا 4 قطع. هذه الاي سي تصنف على انها من نوع سمول سكيل انتجريشن. واضح يا شباب؟ هلو. واضح دكتور. الان لما نطلع شوية ويصير عندي جيتس ما بين 10 و100 مثلا، ديكودرز ملتيبلكسر رح نيجي عليهم، هذول دوائر متخصصة، بصير نسمي الاي سيز اللي بتشملهم بنسميها ميديوم سكيل انتجريشن. لما نطلع اكثر مثلا على اريثمتيك لوجيك يونتس، على دوائر متخصصة شوية فوق 100 بنصير نسميها لارج سكيل. لما نصل في مراحل صناعة المايكرو بروسيسورز والمعالجات بيصير عندي فوق 100,000 جيت في القطعة،
نصير نسميها VLSI، وهذا مصطلح راح تسمعوه كثير خلال حياتكم إن شاء الله في من هون وتتخلصوا. لما تسمع VLSI هو اختصار لـ Very Large Scale Integration، يعني الـ ICs اللي بتصير عندنا مثلا من مستوى الرام ومستوى المايكرو بروسيسرز المعالجات الآن. طبعا صار في عندي كمان ألترا هاي أو ألترا لارج سكيل وألترا هاي، يعني في أعلى من هيك كمان، يعني صار التصنيف هذا لأنه قديم شوي الكتاب، في عندنا تصنيفات كمان أعلى شوي من الفاري لارج. أوكي الفاري لارج عفوا سكيل انتجريشن، يعني الاي سي فيها فوق المئة ألف جيت، وكل جيت تحتوي مثلا على 5-6 ترانزستور، يعني نتكلم على حوالي مليون ترانزستور في الاي سي، ضمن مساحات مثلا بجوز سنتيمتر مربع من السيليكون اريا، فهي فيري كومباكت ان سايز، وبالتالي التكلفة لما بتيجي تصنع انت قطع زي هيك بصير الكوست تبعها سمول لما بتيجي بتصنعها عن طريق الانتجريشن او عن طريق التكنولوجيا الخاصه بالانتجريتد سيركتس، بصير البرايس تبعها منخفض. السبب انه يصنع منها كميات كبيره ماس برودكشن، مجرد ما نعمل الفيلم الخاص بالطبقات المختلفة لتصنيع الاي سي، هذه الافلام خلاص بتصير مجرد طباعة على السيليكون، والبروسس بتصير تنتج لي كميات كبيرة من الاي سيز في وقت قصير وبكلفة منخفضة. الكلفة عادة في التصنيع يا اخوان بتنقسم الى جزئين، لما بصنعوا قطعة الكترونية معينة في عندك كلفة الديزاين في البداية، الديزاين والبروتوتايب اللي هو النموذج الاولي، هذا ربما يكلفك مثلا مليون دينار على سبيل المثال، 1,000,000 جنيه التكلفة الأولى لتصميم قطعة إلكترونية. لكن مجرد ما اتصممت وانفحصت وإلى آخره ونعملها الفيلمز اللازمة، بصير عملية مجرد طباعة ممكن يطبع منها مليون قطعة. فإذا أنت طبعت مليون قطعة pieces وكانت كلفة القطعة مثلا بتكلف كيش 10 قروش 10 سنتس، هو رمل السيليكون، شو هو عبارة عن رمل، أنت كلفتك في البداية هي العالية، لكن لما تنتج كميات كبيرة وتبيعهن أنت بتقسم الكلفة هاي على الجميع، عشان هيك بصير ثمن القطعة الواحدة رخيص. تقدر تشتري الآن مايكرو بروسيسر من الخاصة هذول اللي هي 5 ميجا هيرز 10 ميجا هيرز مثل مايكرو كنترولرز، تقدر تشتريها بأقل من 5 دنانير. السبب طبعا إنها تصنع بكميات كبيرة، وبالتالي الكلفة الابتدائية من تصنيعها تقسم على الإنتاج الكامل. وضحت الفكرة يا شباب؟ ألو دكتور، في أحد عنده أي أسئلة؟ الآن في عندي إيش اسمه Logic Families، وهذه عن طريقة تصنيع الترانزستورات وأنواع الترانزستورات المستخدمة في صناعة الجيتس والآيسيز الداخلية. فأنا تكلمت عن TTL ترانزستور، ترانزستور Logic، في عندي من الفاميليز المشهورة الإيميتر كابل Logic، في عندي الميتال أوكسايد سيمي كوندكتورز CMOS، وفي عندي الهاي سبيد هاي دنسيتي باي CMOS جيتس. طلاب الإلكترونيات وطلاب الحاسبات راح يمروا بشكل يمكن شوية ما أعمق على هذه الفاميليز، خصوصا إذا أخذوا مساق اسمه الديجيتال، اسمه ديجيتال إلكترونيكس. كم واحد بأخذ هذا المساق من الموجودين؟ ولا ما بتعرفوا خطتكم الدراسية؟ دكتور أنا بس أول شيء لازم أخذ الديجيتال، بعدين تفتح لي الديجيتال إلكترونيك، ولازم تأخذ إلكترونيكس كمان وسيركتس. أوكي، في هذا الكورس تتعرف على كيف تبنى الجيتس. لما تيجي على مثلا الأند جيت مثلا، بيجي بقول لك
الاند جيت مثلا باستخدام ال RTL، ممكن يكون في عندك ملتي ايميترز ملتي بي عفوا. نعطيكم بس يعني بشكل مبسط جدا على الدائرة البسيطة اللي هي الانفيرتر باستخدام تكنولوجي كانت سابقا بدايات عهد الاي سيز اسمها ريزيستر ترانزستور لوجيك RTL. كيف كانت تبنى هذه الانفيرتر على سبيل المثال؟ يبنى كالآتي، هذا بسموه باي بولر جانكشن ترانزستور إلو بيس. ألو معلش أستاذي، ممكن بس أخلص المحاضرتي بحب أرجع بحكي معك ماشي الحال، وإذا نسيت أحكي معك رد رد علي إذا عندي محاضرة حاليا. أشكرك، السلام عليكم. آسف جدا يعني مرات بيجيك مكالمة. في الـ RTL هذا بكون مثلا 5 فولت وهذا الـ ground، وفي الـ input بكون هون والـ output بكون من هون. So this is your output and this is your input. ببساطة الدائرة تعمل كالآتي، عندما بتحط عليها logic high هون مثلا، لو جيت حطيت هنا بطارية مثلا حطيت 3 فولت، اللي بصير انه بصير عندي جهد كهربائي هون حوالي 7 بالعشرة فولت، والباقي 2.3 بالعشرة فولت بتاخذ له المقاومة. هذا الترانزستور مجرد ما صار عليه جهد كهربائي بحدود 7 بالعشرة فولت بصير زي المفتاح الكهربائي بسكر. لما بسكر هذا المفتاح الجهد ما بين النقطة هاي والنقطة هاي بصير تقريبا بسموه الـ VCE saturation، بصير تقريبا قريب من الصفر فولت. هو في الواقع حوالي 0.1 فولت من 0.1 ل 0.2. فالجهد على الاوتبوت الان انا مدخل 3 فولت يعتبر مثلا هاي، ترانزستور بصير اون وبصير سويتش اون، وبصير النقطه هاي كانها موصوله على الارضي، وبصير الاوتبوت لو. فانا بحط هاي وبطلع عندي لو، واذا عملت العكس وحطيت لو هنا راح يطلع عندي هاي. السبب اذا حطيت هذا مثلا على الجراوند 0 فولت، هذا ترانزستور ما بصير اوبن سيركت، ما بسكر، بصير اوبن سيركت. لو بصير اوبن سيركت هاي النقطه ما لهاش طريق على الجراوند، فالاوتبوت اللي من هون بصير يساوي 5 فولت لانه ما في تيار كهربائي ماشي لتحت، وبالتالي الجهد على المقاومه هون تقريبا صفر او زيرو لانه ما في تيار، وبالتالي جهد النقطه هاي بصير هاي. إذا أنا إذا بدخل لو بيطلع عندي هاي، وبدخل هاي بيطلع عندي لو. فهذا هو عمل الإنفرتر. واضح يا شباب؟ واضح دكتور، واضح. لاحظوا إنه في الدوائر المنطقية لما بنرسم السيمبول الكهرباء اللي بتمثل لي الـ DC الـ VCC والـ ground ما بتبين، ما بنرسمهاش. يعني في دوائر الرقمية والآن في صاعداً الـ VCC والـ ground ما بنرسمهم، لكن هم فعلياً موجودين، هم internally موجودين. لذلك لما بتشتري الـ IC، أنت لما بتشتري IC معظم الأحيان بتلاقي بن رقم 7 بقول لك هذا ground، بن رقم 14 بقول لك هذا VCC، لكن مثلاً عندك بن 1 و2 بمثل لي AND gate، بن 3 بن 4 و5 بمثل لي AND gate أخرى، بين 13 و12 بمثل لي جيت، بين 11 و10 بمثل لي جيت، او 9 و10 و9 بمثل لي جيت. فبتلاحظ انه دائما في للاي سي مدخل للكهرباء للفي سي سي والجراند، لابد لانها بتشتغل الكهرباء، لكن الجيت نفسها بنظهرش عليه وين جاي الكهرباء. اوكي، احنا بهمنا عملها، بهمنا علاقه الانبوتس بالاوتبوتس. لما بحط 1 شو لازم يطلع لي على الاوتبوت؟ واضح يا شباب؟ في حد عنده أي أسئلة سو فار؟ احنا تقريبا انهينا الشابتر هذا تقريبا. The characteristics of digital logic families، من أهمها اللي هو الفان اوت. فان اوت قديش أنا بقدر أربط عليها من دوائر من جيتس أخرى على الأوتبوت تبع الجيت، هذا معنى الفان اوت. يعني لما باجي على أند جيت مثلا،
هذا الاوتبوت تبعها قديش انا بقدر اغذي. مثلا ممكن اغذي انفرتر، ممكن اغذي انذر اور جيت، ممكن اغذي اكسكلوسيف اور. لان كم لود انا ممكن، نمبر اوف لودز، كم حمل ممكن احط عليها على هذا الاوتبوت بدون ما اثر على اللوجيك. الان كلما زدت معناها التيار اللي بيطلع منهم بتزيد عشان يغذي. ولو رجعنا على دائرة الانفرتر اللي قبل شوية، لو قلنا هاي 10 كيلو أو هاي 1 كيلو مثلا، هاي 1 كيلو، هذه مثلا 5 فولت، أوكي، وهنا الانبوت. الآن لو بدي أجي أربط أحمال أخرى، الحمل عادة بده يكون أكبر بكثير بالوزن بالإنبوت بأمبيدا 70 للآر سي. لو كان عندي هنا هاي 10 كيلو وهذا صار أوبن سيركت، 5 فولت صارت زي بوتنشال ديفايدر أو يعني فولتج ديفايدر، عندي 1 كيلو وعندي هون 10 كيلو وهاي 5 فولت، ها الجهد اللي بده يطلع على 10 كيلو قديش تقريبا؟ بتقول لي هذا 10 على 10 زائد 1 ضرب 5، مزبوط يا شباب؟ مش هيك خطوا بالدوائر الكهربائيه؟ الو الو، كان فولتج ديفايدر مش هيك بده يطلع عند الجهد؟ يعني اللي هو تقريبا قديش؟ تقريبا 5، لان ال 10 على 11 تقريبا 1، 10 على 11 ضرب 5. لكن ماذا يحدث كلما بزيد حمل؟ كل ما بحط حمل زياده شو اللي بصير؟ المقاومه المكافئه لهذول بتقل لانهم على التوازي. فمثلا اذا صار في عندي مثلا 5 مقاومات راح يصيروا 2 كيلو، اذا صار في عندي 5 احمال عندي هاي 1 كيلو وهذول وزنهم المكافئ او مقاومه حوالي 2 كيلو، فبصير الجهد اللي عندي 5 ضرب 2 على 3، لا زالت 10 على 3 لا زالت تقريبا قديش؟ 3 و3 من 10 فولت تقريبا 3 فولت، لسه يعتبر هاي بالنسبه لللوجيك 1. لكن في مرحله معينه، في مرحله معينه كل ما بضيف الاحمال اللي هون هذا الجهد بقل، راح يصل لمرحله يقل عن 2 فولت اللي انا معتبرها الحد الادنى للوجيك 1. احنا قبل شوي في التي تي ال مثلا اعتبرنا انه ال 2 فولت هي الحد الادنى، فإذا نزل الجهد عن 2 أنا خالفت تعاليم المصنع. المصنع بقول لي تربطش على الدائرة أكثر مما اللي بحكي لك إياه. الفان آوت عدد الجيتس الأخرى اللي ممكن أربطها على الأوتبوتون وتغذيه، وأنا كلما بزيد الأحمال أنا بزيد التيار، وبالتالي لما بزيد التيار اللي مار من هون الجهد على المقاومة هاي بزيد، وبالتالي النقطة اللي تحت جهدها بقل. فممكن كل مرة ظلك تنزل 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 تنط عن 2 فولت وتنزل تحت 2 فولت، ودخلت في ترانزيشن ريجن التي غير معرفة، مش معروف الجهد الفولت الليفل هذا يعتبر ايش، 1 ولا 0. This is not a place to be stable أو to stabilize the output تبع الترانزيستور عليه. الترانزيستور ممنوع يقفون، الترانزيستور مثلا في التي تي ال لازم يكون بين الصفر والثمانية بالعشرة فولت. فالمصنع يا اخوان بنطيك هاي المعلومات، بقول لك الفان اوت هالقدي. فانا كمهندس وعندي دائره واضطريت انه في عندي الان جيت هاي لزمني بدي اوصلها على 15 وهو قال لي الفان اوت 10، ما بقدر اربط هيك. ساعتها باجي بستخدم ايش اللي قلنا عنهم البفرز. فبقول اوكي بجيب بفرز، هون بحط لي مثلا 8 وهون بحط لي 7 بالنسبة لهذا الجيت، الحمل اللي عليها 2 لأنه هي بتغذي فقط التو بفرز اللي هون، وكل بفر منهم بيغذي مجموعة من الجيتس. الآن جيت هذه صارت فعليا تغذي 15 عن طريق البفرز. واضح يا شباب؟ واضح. كم الساعة صارت؟ 39 وتسعة وثلاثين ضايل، يعني قريب العشر دقائق. طيب من الخصائص الأخرى للجيتس إنه ينطيك الباور ديسيبيشن، وهذا مهم بشكل كبير خصوصا في الديفايسز اللي بتشتغل على بطاريات.
الخلوي تبعك انت بهمك يظل شغال معك اطول فتره ممكنه. فعلشان يحسنوا مثلا من طول الفتره الزمنيه بده يستخدم بطاريه تدوم لفتره اطول، وبده يستخدم الكترونيكس تستهلك طاقه اقل. كلما كانت نوعيه الترانزستورات المستخدمه وطريقه بناء الدائره بيستهلك لي تيار اقل مع فولت اقل، فبالتالي تستهلك لي طاقه اقل، كلما كانت البطاريه عمرها اطول. فمهم جدا اعرف قديش الاي سي تستهلك طاقه. فانا اذا بصنع بورد معين وبحط عليه مجموعه من الاي سيز والترانزستورات والمقاومات، وهذا البورد بدي احطه مثلا في مكان نائي ما فيش فيه كهرباء وبدي يعتمد على بطاريه مثلا، والبطاريه بتنشحن مثلا في النهار وبالليل بتنطي طاقه، لازم يؤخذ في عين الاعتبار قديش طاقه بيلزم لهذا الديفايس عشان يشغلها، وكم الطاقه اللي بتطلع عند البطاريه. فاذا انت كمهندس بدك تروح تنقي الاي سيز من نوعيه اللي تتحمل او اللي تستهلك طاقه اقل. واضح يا شباب شو اهميه الباور ديسيبيشن؟ الو، ولا كاني بحكي انا طلاسم. للحاجات المهمه ايضا اللي بيحكي عنها المصنع اللي هو البروبوجيشن ديلي، قديش الوقت اللازم علشان الاثر يظهر على الجيت. انا عندي اند جيت، كان عندي الانبوت مثلا الفلاني كان لوجيك 1 انبوت اي، وانبوت بي بيض كان لوجيك 1، فالاوتبوت كان لوجيك 1. في لحظه معينه رحت نزلت الانبوت تبع الاي الى زيرو، الاوتبوت كان عندي لوجيك 1. اوكي، الان ما بتغير على الزيرو فورا، وانما بتغير على طبعا بشكل مائل هو، وبروح لوجيك زيرو، وفي عندي تايم حتى يعكس محتواه، لانه كما قلنا اذا صار في عندي زيرو هون حتى لو هذا 1 النتيجه لازم تصير عند زيرو، وبالتالي الاوتبوت لازم يقلب الى زيرو. لكن هذا الزمن على بين ما يقلب من 1 الى زيرو بنسميه احنا بروبوجيشن تايم ديلي او بروبوجيشن ديلي، وحكينا عنه احنا قبل هيك لكن التذكره مريحه. كلما زاد البروبوجيشن تايم ديلي كلما الكلوك سايكل المستخدمه بدها يقل ترددها، كلما صار سرعة الجهاز أقل. ما بتقدرش تشغله على تردد عالي، لأنه كما قلنا التردد هو اللي راح يحكم عمل الجهاز. فما بين بلس وبلس التايم تبع الإشارة الترددية اللي بيشغل الجهاز، مفروض التايم هذا يكون أكبر من أطول propagation time اللي موجود في الدائرة، longest path بيسموه، علشان ما بتيجي البلس الثاني الا الامور صارت مستقره والاوتبوت جاهزه اقدر اقراها بشكل صحيح. واضح يا شباب؟ الو، واضح دكتور. طبعا في عندي كمان شغله النويز، وقديش ممكن الديفايس يتحمل نويز تجيها من العالم الخارجي بحيث انه ما ياثرش على عملها. هاي برضه من المواصفات اللي المصنعين عاده بيهتموا فيها. فكل هذه بهمه ل تصميم الدوائر الرقمية، ونعمل أجهزة تستطيع أنها تقوم بالعمل بشكل صحيح. الآن في التصميم عادة في عندنا ما يسمى الكمبيوتر ايدد ديزاين، والبرمجيات بتساعدنا بشكل كبير على أن ننجز عملية التصميم بوقت أسرع. فهذا الكاد اختصار لكمبيوتر ايدد ديزاين، وكان يعني سيموليت مليونز اوف ترانزستورز، ونقدر نعمل يعني سيميوليشن للدوائر اللي بنصممها قبل ما نبني الدوائر. وفي عندي كمان دوائر او برمجيات لبناء او لرسم الدائره الكهربائيه. اوكي، في عندي حاليا مشهور جدا اللي هو بسموه هاردوير ديسكريبشن لانجويجز، وهذه عباره عن لغات برمجه نستخدمها حتى نصمم هاردوير. بديش أخش بالتفاصيل كثير. ينتج عنها عادة
أو تستخدم مع قطع إلكترونية تسمى الـ FPGAs. Field Programmable Gate Arrays. هذولا بكون عبارة عن، خلينا نفكر فيها كالآتي. لو عندك أنت مجموعة من الأنز مثلاً والأورز، وفي عندك ممرات بيناتهم، أوكي، وهاي الممرات في سويتشات بتحكم إني أقدر أبرمج هاي السويتشات، وممكن مثلاً أجي أبرمج السويتشات بحيث مثلاً أوصل الأوتبوت تبع الجيت هاي مثلاً عن طريق خط من هون يصل لإنبوت لهون. هذا اسمه عملية برمجة الـ FPGA أو الـ Field Programmable Gate Array، بحيث في النهاية تطلع عندي دائرة هاردوير، بيطلع عندي في النهاية هاردوير سيركت. ففي عندي الآن صار برمجيات سوفتوير، أوكي، مثل Verilog، مثل VHDL، هاي عبارة عن لغات برمجية تستخدم علشان أوصف دائرة إلكترونية رقمية، وفي النهاية بتطلع لي ملف بسموه عادة السيريال أوتبوت فايل. هذا ملف عن طريق أجهزة خاصة بننزله بحيث إنه يبرمج السويتشات الموجودة في الممرات، وبحيث يصير في عندي دائرة من الهاردوير. فكرة سريعة بس عن شو يعني الـ FPGAs. واضح يا شباب؟ هلو؟ واضح دكتور. طبعا الطلاب الحاسبات يمكن يمر عليهم الـ FPGA اما في احد المختبرات او في احد المساقات، يمكن الكمبيوتر اورجانيزيشن يعطوكم شويه FPGA. لكن في كورس خاص بالـ FPGA بصراحه كنت ادرسه في السابق انا، بس اظن انشاله من الخطه، يمكن صار إلكتيف، ما بعرف اذا بعده إلكتيف ولا لا. So chip design, why is it better to have more gates on a single chip؟ طبعا كلما صغرت الترانزستورات وزاد عدد الجيتس في الشيب الواحدة، كلما يعني استهلاك الطاقة بير ترانزستور بصير أقل، لأنه كل ما صغر الترانزستور كلما كان استهلاك الطاقة أقل، كلما كانت المسافات بين القطع الداخلية أقصر، وبالتالي بصير الدائرة أسرع، ممكن أشغلها على كلوك فريكوانسيز أعلى. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. طبعا كل شيء له شيء، في حسنات وفي سيئات. لما بدك تصمم دائره كبيره جدا مثل مايكروبروسيسور، ليش از كومبلكس ديزاين، يعني تحتاج الى الاف ربما المهندسين يشتغلوا على قطعه واحده، كل واحد بيشتغل جزئيه منها. في عندك ما يسمى الكونسترينتس او الشغلات المعوقه في بعض الاحيان، مثل الحرارة، قديش ممكن تتحمل حرارة يعني هذه القطعة بدون ما تخرب، أو قديش أعلى تيار ممكن مر، يعني في 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 بسموها design constraints، عوائق للتصميم. عملية إنك تفحص قطعة إلكترونية فيها مليون ترانزستور وفيها 100,000 جيت مش عملية سهلة، عملية صعبة جدا، وعادة تستخدم فيها برمجيات حتى، يعني حتى تمرر test pattern وتبرر يعني نماذج معينة من الونز والزيروز عشان يفحص القطعة الإلكترونية. لأنه طبعاً هذه الآي سيز يا أخوان مش بس تطبعها أنت وخلص، لا، لابد منها تنفحص قبل ما ترسل للمبيعات، لأن هذا تنحط مثلاً في كمبيوتر. مش معقول تيجي شركة تشتري كذا مايكرو بروسيسورز من شركة إنتل وبعدين يطلع نص المعطوب. فالشركات اللي بتصنع قطع زي هيك في عندها إشي اسمه الكواليتي كنترول، لابد إنه يفحص كل قطعة بنتجها إنها شغالة ولا مش شغالة. وعملية الفحص this is not easy task، يعني لوحده هذا علم. طبعا التولز الموجودة في عنا تولز، وفي أحيانا تولز فري موجودة على الإنترنت بإمكانك تنزل بعضها عشان تساعدك في تصميم الحاجات، مثلا برمجية سيركت ميكر موجودة فري على الإنترنت بتساعدك في انك تصمم. فارجو من الجميع انه يحاول ينزلها. كم واحد نزل سيركت ميكر؟ الو الو يا شباب. ايوه دكتور، شكلي بسولف مع حالي انا.
بقول كم واحد نزل سيركت ميكر برمجية حاطط لكم إياها على المقر. أنا صراحة نزلتها وما عرفت أستخدم البرنامج. ما عرفتيش تفتح البرنامج؟ ولا ما نزلش البرنامج؟ لا لا طلبوا مني. لا نزل وطلبوا مني أشياء ما عرفت. في أنا بطلبوا بين نمبر مثلا شو اسمه ID نمبر؟ كأنه إيش زي كل... هيك. طيب ماشي أنا بنزل لكم مرة ثانية اللينك لأنه في بعض الشباب قالوا لي اللينك كأنه رايح. أنا بقدرش أحط برمجية على موقع للجامعة لأنه بجوز يصير يعني مخالف للتعليمات، فبحط لكم روابط عادة لبعض البرمجيات تنزلوها لحالكم. على كل الله يعطيكم العافية، نراكم إن شاء الله. إحنا خلصنا هيك شابتر 2 والحصة القادمة نبدأ. الله عافيك. الحصة القادمة نبدأ إن شاء الله في شابتر 3. السبت راح يكون في عندنا كويز في شابتر 2 إن شاء الله. كريم السلام عليكم.